يعتبر المهاجم البرازيلي رومارينهو مهاجم نادي الاتحاد هو العنصر الأهم في خارطة النادي الغربي في الآونة الأخيرة بعد تقديمه لمستويات مميزة ذكرت المشجع الاتحادي في الروح التي كان يقدمها قائد الفريق التاريخي محمد نور والتي كانت عنصر فارق في تحقيق الإنجازات المحلية والأسيوية وكأنه أحد أبناء النادي بإخلاص متفاني وعزيمة لا تنقطع بالرغم من العصيان الأجنبي لبعض اللاعبين. بالإضافة لكل ذلك أعاد رومارينهو للأذهان بريق المهاجم حمزة إدريس بأهدافه الحاسمة التي طالما تغنى فيها جمهور النادي حيث قاد الفريق لانتصارات عديدة وحفظ ماء الوجه في أكثر من مناسبة. ويعد صاحب الرقم 29 عاما هو الهداف الحالي للنادي منذ انتقاله في العام 2018 قادما من نادي الجزيرة الإماراتي. الآمال المعقودة على الفتى البرازيلي كبيرة في ظل الهزات التي يمر بها 90 جدة. في النهاية هل يستطيع روما ورفاقه النجاح في تحقيق منجز لعشاق الإتي؟